صور الخراب اللي شايفينه، صور الخراب هذا اللي شايفينه. بدي وجه كلامي لكل إنسان طاهر وشريف وفي ذمة وفي دين وفي أخلاق بهالبلد. بدي أسأل لكل إنسان طاهر وشريف وفي ذرة أخلاق ودين بهالبلد، بس يوجه لي سؤال لحكام العرب، كل واحد يوجه سؤال للحاكم تبعه بكل البلدان العربية أو الملوك العربية. طبعا أنا بطلب من الشعوب وليس من الرؤساء والملوك، لأنه غسلنا إيدينا منهم. كل واحد من الشعب يسأل رئيسه أو ملكه، ليش ما صوتت على قرار إحالة ملف سوريا محكمة الجنايات الدولية؟ ليش ما رضيتوا تحيلوه لمحكمة الأمن الدولية؟ ليش؟ بس خلي يسألوا هالسؤال، والله أنا بعرف الجواب، لأنه ما فيهن ذرة حاكم عربي أو ملك عربي في ذرة ضمير. بس أغلبهم طبعا مو الكل، في منهم في شرف وضمير وأخلاق ونحن بنعرفهم، بس الأغلب منهم ما فيهم ذرة ضمير وشرف وأخلاق، ما فيهم دين. عم تحكمهم مصالحهم، ما عم يحكمهم النخوة العربية والشرف العربي، ما في شيء من هذا عندهم للأسف الشديد. والله أكبر عليهم، الله أكبر عليهم وعلى كل ظالم وعلى كل متجبر.